ربنا سبحانه وتعالى خلق كل إنسان في الحياة، وخلق له عيلة وقرايب. أهو العيلة والقرايب دول اسمهم رحم، ولما ربنا خلق الرحم أمرنا إن احنا نتعامل معاهم بالرفق واللين، وأمرنا كمان بصلة الرحم. أقول لكم على ملحوظة جميلة جدا، ربنا سبحانه وتعالى الرحمن اشتق الرحم من اسمه. الرحم معلقة بالعرش، من وصلها فقد وصله الله، ومن قطعها فقد قطعه الله. لو عايز رزقك يزيد وعايز البركة في حياتك، صل رحمك. اعتقد ان رمضان فرصة عشان لو زعلان من حد من اهلك او اصحابك او جيرانك تصالحه، تزوره، ترجع المية المجاريها زي ما بيقولوا. الدنيا مش مستاهلة. كل عام وانتم بخير. تحياتي يحيى شيخ.